واقف بترجاك اخي منى. ما فيني روح هيك. ولك بدي موتك، بدي اخنقك، بدي اقطع راسك ولا في شوي شرف. شو بتسوي؟ استنى شوي، خلص بقى بكفي. لك انت دمرت كل حياتي يا ما بصير هيك يا شرف. انت تعبتني ضهري. خلص بقى هدي حالك. 16 سنه ليل ونهار مشان حضر شرف عم احكي معك. الاول بعرف انك واحد وسخ. خلص بقى على طول عم نطق وسخك يا كلب. لا لا لساتك وسخ. بس اصحك تنسي باب هالبيت على طول مفتوح لك. تسمعوا كلام أمكم ماشي؟ ماشي عمو. لا تسألوا كتير. يلا يا أولاد. عن جد نحن رح نروح ماما؟ ايه رح نروح. مرت أخي؟ يا أولاد ياسين لا تقربي من أولادي. مرت أخي. طيب أنت لوين رايحة؟ لعند الخالة مقبولة، الله يسلمها فتحت لنا بيتها لحتى ضبط أموري. فهمت عليكي، خدي هدول إذا احتجتي لشي. لا ما بدي أمير، أنا في معي كم ليرة يسلموا. أنا ما سألتك شو في معك مصاري، إذا سمعت إنك محتاجة شي وما خبرتيني رح أزعل منك. ماشي يسلموا أمير. الأميرة أمينة لا تزعلي بالمرة، نحن قراب كتير. عمو أنت رح تجي لعنا مو هيك؟ طبعا رح أجي حبيبتي لا تقلقي. رح تجيب أبي معك كمان؟ رح أجيبه يا بطل، رح نجي سوا. يلا يا أولاد امشوا. وين رايحة هاي؟ رح تضل عند مقبولة خانو بشي؟ وسهلا. أهلين فيكي خالة مقبولة. يلا تعالوا فوتوا لجوا. ابني سألتك سؤال جاوبني، انتو لإمتى رح تضلوا هيك؟ دخيلك يا ربي موتني حتى أخلص من هالعذاب هاد. رايح على الشغل بابا. مع السلامة ابني، وأنا كمان طالع هلأ. بتحب وصلك بطريقي؟ لا بدي أتمشى شوي، حاسس كأني رح اختنق بهذا البيت. فهمت عليك بابا، يلا بخاطرك. مع السلامة ابني. هدول باينتهم مساحونا من حياتهم على الآخر. هيك الظاهر عاملين حالهم مو شايفينا ولا عم يسمعونا وما عم يحاكونا. أنا عم اتعذب كتير. لك يلي صار صار، خلص ليش عم يساووا هيك؟ لا لا أنا لازم خلي خير الدين يرجع مثل الأول. قلبه كتير طيب وأكيد رح يروق بسرعة. شو هالحكي هاد؟ بعد اللي ساويناه لا ضل عنده رقة ولا ضل عنده قلب طيب. لا تتعبي حالك على الفاضي، أبي مسحنا. سكوت لا تحكي هيك حكي فاضي، أنا بدي روح. لوين؟ بدي إلحق خير الدين. آخ الزلمة عم يهرب منا وأنت بدك تلحقيه وتروحي لعنده. أنت لا تتدخل. وأنا شو بدي ساوي؟ أنت اقعد وخليك بالبيت لأجي. يلا
خدي شنطايتك. موفقين حبيباتي. يلا باي ماما. بس نرجع من المدرسة نجي لهون؟ أنا رح أجي أخذكم من المدرسة. بدنا نرجع على هذا البيت؟ رح نرجع لهون. يلا يلا رح تتأخروا يلا. ديروا بالكم على حالكم. على مهلك أمينة. الشاي جاهز. يسلموا خالتي مقبولة. ليش عذبتي حالك؟ أي عذاب يا حبيبتي. تعالي اشربي كاسة سخنة منيحة. إيه. يا ترى فيني اتحمم بحمامك خالتي؟ والشغلة بدها سؤال. هلا أنت صرتي عايشة هون واعتبري هالبيت بيتك. يسلموا. فريدة؟ فريدة؟ دخيلك يا الله. ماما. ألو؟ فريدة؟ لا لا أنا مقبولة. وين فريدة؟ عم تتحمم هلأ. شو؟ هاي أنت جنان خانو؟ إيه فريدة عندك هلأ؟ إيه والله عندي. كيف هيك ما فهمت؟ ليش عم تتحمم ببيتك؟ يا جنان خانم. بس لو انك تعرفي شو اللي صار مع هالبنت المسكينة. انت خبريني لانه ما عندي خبر بشي. من وين بدي بلش وكيف بدي خبرك بشي اللي صار؟ والله ما بعرف. يا ريتك تحكي بسرعة لانه رح يخلص وحداتي. مو حمات فريدة عايشة معه بنفس البيت؟ ايه؟ نريمان خانم. دخيلك يا ربي ساعدني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تعصبي بسرعة خير الدين. اسمعيني ناريمان خانم، أنا طلعت من البيت لأني ماني متحمل شوفك ولسه جاي وراي لهون. بعرف أنك زعلان مني كتير ومعك حق بهالشي، بس أنت ما سمعتني بالمرة فورا زعلت، ما سألتني ليش هيك سويت وما راح أسألك كمان، لأنه ما في أي عذر أو تبرير لشي اللي سويتي، وما له مسامحة بنوب وما تلحقيني بالمرة. حضرة الضابط. تفضل حضرة المدعي. شو في بينك وبين هديك البنت؟ أي بنت بقى؟ لا تعمل حالك ما بتعرف مين قصدي. إذا كان قصدك عن الأنسة ياسمين فأنت سمعان عن هالموضوع غلط حضرة المدعي. ما بصدق اللي بسمعه، بصدق اللي بشوفه. أنا شفت ياسمين كيف عم تطلع فيك. أنت عم تجاوز حدودك، تصرفك هذا عم تهين حالك وكمان عم تهين الأنسة ياسمين أكثر. لا، بهالكلام هاد بدك تقول للمدعي العام انتبه، وبنفس الوقت عم بتدافع عن ياسمين. اسمعني منيح يا بطل، أنا زلمي ما بتخلى عن شي بسهولة، وما رح أترك لك ياسمين بنوب.
عن إذنك هلا. أنا عم نبهك ها؟ أحسن لك تبعد عن ياسمين. شو يعني؟ هلا أبي بعت ناس ليضربوا تيمور؟ إيه تيمور هيك عم يقول. ممكن تجهزي البيض مروة؟ تمام. معقول يكون هالشي صح؟ وأنا شو بيعرفني رشا؟ أنا لما شفته كان في بوشه كم ضربة. يعني أبي عنده زلم لهالشغلات؟ أنا ما بصدق هالشي، بس ما فهمت تيمور ليش لحتى يألف هيك شغلة. والله أنا بتوقع كل شي من هداك المدعي العام. ياسمين، رشا، نحن بالمطبخ بابا. رح تخبري شي؟ أوه، شو اليوم رح ناكل براك؟ لا والله بابا، هدول من شان الجمعية. أي جمعية بنتي؟ الجمعية يلي بتساعد بمصاريف المدرسة، مو كل شهر بنعمل حفلة؟ برافو عليك يا بنتي، ها؟ على الأقل حدا بهالبيت عم يعمل خير. ماشي، بدي أكل شي وأطلع. ماشي بابا، رح أحضر لك شي فورا. ليش ما سألتي أختي؟ لساتني مشلوشة وعم فكر يا ترى بسأله ولا ما بسأله. خلاص اسألي وارتاحي، بشو عم تفكري؟ تفضل بابا. يعطيكم العافية، يسلموا ايديكم الحلوين. خير؟ ما في شي بابا، بس بدي اسألك على شغلة. تفضل اسألي. بس يعني هالشغلة بجوز تزعجك. شو؟ لا تتلبكي، قولي اللي بدك اياه. تيمور المدعي العام، انت مزبوط انت بعتت حدا لحتى يضربه؟ قصة اني بعتت حدا ليضرب تيمور منين جبتيها؟ ما جبت شي. العصفورة اللي خبرتك؟ بابا انا ياسمين، نحن حكينا بهذاك الموضوع وحتى نحن سكرنا نهائيا. يعني انت لساتك عم تشوفيه لهداك الزلمة؟ لا ما عم شوفه، والله العظيم ما عم شوفه. طيب من وين اجى على بالك اني بعت حدا لحتى يضربه؟ يعني اجاك الوحي؟ صدقني انا شفته بالصدفة بابا. ما في شيء اسمه صدفة، لو ما بتفكري انك تشوفيه ما كنت بتشوفيه ولا حتى بالصدفة. ما عاد تشوفيه بنوم وما رح تذكري اسمه قدامي، فهمتي؟ فهمت بابا. إن شاء الله هلأ فهمتي ليش كنت عم فكر إني أسأله ولا ما أسأله. إيه فهمت، بس ما عطاكي جواب. بتحبي أنت كمان تسألي المساء؟ أبداً. فريدة، وأنت بالحمام أمك اتصلت فيكي. أمي أنا؟ وشو قالت؟ ولا شي، بس سألت عنك. خالتي إن شاء الله ما تكوني خبرتيها شي. والله رح تقوم القيامة إذا سمعت باللي صار. شو يلي صار؟ الشي يلي صار معي، إني تركت البيت وغيره. ما خبرتيها ما؟ والله كنت بدي خبرها بكل شي، بس انقطع الخط. شو اسم هديك الشغلة؟ قال ما عندها وحدات. إيه على كل إن ما بتوقع أمي تترك كل شي وتجي لعندي هلأ. أنا رايحة لعند الجيران هلأ، بدنا نشرب الشاي سوا، وانتي تعالي معي بتغيري جو شوي، شو رأيك؟ ألو. مرحبا عائشة. جمعية؟ كان اليوم ما؟ والله ماني منيحة بنوب، لشوف إن شاء الله بيجي. يلا بشوفك. جمعية شو هاي؟
يلي بتساعد الأولاد بمصاريف المدرسة. كنت نسيانتهم، كان لازم حضر شي لليوم. شو بساوي؟ الله يرضى عليك، مع أنه عندك كل هالهموم براسك بس ما عم تهم لي هدوك الأولاد أبدا. الله يبعث لك أيام حلوة. يسار، انت شو عم تساوي ابني؟ بدي روح. لوين؟ عالفندق. لك مجنون انت يعني؟ هي انت قاعد هون وما احلاك. ما حدا بده ياني هون يا امي، رح اختنق. ما حدا عم بيقلك شي، عود لشوف. يا الله، يعني استنى لحتى يقلعوني؟ لما بيقلعوك بتروح. عود، لا تترك امك لحالها، اساسا ما حدا عم بيحاكيني. ايه كمان بدك تحطيني بالواجهة يا امي؟ يسار لا تحكي كتير، أساساً حطيت كل الحق علي. قال ما بيعرف شي وما عليه أي ذنب. إيه بس هي هي الحقيقة يسار. خير الدين حتى ما طلع بوشي بنوب. إيه يعني ما حكيته؟ لك شو بدنا نحكي، عم قلك حتى ما طلع بوشي. الرجال حمل حاله وراح، ما بعرف لوين بدها توصل آخرة هالشغلة. تفضلوا، أهلا وسهلا. ممكن تحطي لي شوي من هذي؟ أهلا وسهلا فيكم. صحتين وعافية إن شاء الله يا شكرا. يا ريت من هيك كمان. تفضل سيدي، الحفلة حلوة كتير. تفضلوا، أهلا وسهلا. صحة وهنا. يسلم، بهمنا كتير إنه نساعد أولاد الفقراء. يسلموا إيديكم، الأكل طيب. أهلا وسهلا وعافية. بتحبي حط لك من هيك كمان؟ إيه والله يا ريت. وين السكينة يا ترى؟ ممكن تعطيني قطعة برك بالجبنة؟ تفضلي. أختي فريدة؟ ياسمين. لك وينك انت؟ انا عم بجي على طول على الجمعيه، بس انت مو مبينه. شبكي؟ ان شاء الله ما في شي سيء. صارت شغلات ما انا منيحه، بس الله يستر اخرتها. لو سمحتي ممكن اخذ قطعتين من هالكيك؟ طبعا رح اعطيكي فورا. طيب اسمعي، شو رايك نحكي شوي بعد الاحتفال؟ ما فيني، بدي روح اجيب الاولاد من المدرسه. والله كتير حابة نحكي بهالموضوع بس. إيه لكن بشوفك بكرة. لنشوف. إذا بدك تعالي لعندي. أنا والولاد عن جارتنا بهالفترة، الله يخليها فتحت لنا بيتها. تركتي البيت يعني؟ لو سمحتي، شو نسيتيني؟ لا تواخذيني. خلص أنت شوفي شغلك، بشوفك بعدين ومنحكي. ماشي بشوفك. شي طيب كتير. صحتين وعافية. ماما، أبي كمان رح يجي لعند خالة مقبولة المساء؟ لا حبيبي. طيب نحن ليش ما منروح على بيتنا؟ شبكون انتو؟ انا شو حكيت معكم؟ انا اسفه ماما. جدو جدو حبيبي، استنى جدو. جدو حبيبي. يا عمري انتو، كيفكم يا اولاد؟ نعم. جدو ماما ليش تركت البيت؟ ان شاء الله راح ترجعوا يا ابني، ان شاء الله، بس لا ترتاح شوي بتجي. يلا روحوا هلا ولا تزعلوا امكم بنوب. أمي، حتى لو ما طلبتيني أمك إجت لعندك. كيفكن يا عمري أنتو؟ يلا تعالوا لشوف. يلا يلا، أهلا وسهلا تيتا. أهلين فيك حبيبة قلبي. مقبولة خانم حكت لي كل شي صار معك. هاي مانا غريبة عنك، هاي أمك. سمعتي شو قالت؟ أنا ماني غريبة عنك، عم تصير معك كل هالشغلات وأنتي ما عم تتصلي فيني وما عم تخبريني. أخسى عليك يا فريدة. ولو خبرتك شو كنتي رح تساوي؟ ما بدي دخلك بهالقصة وإزعجك. كيف يعني ما بدك تدخليني بالقصة؟ لك أنا أمك، طبعاً بدي أتدخل. يلي بيزعجك بيزعجني إلي كمان، ورح أحاسبهم لهدول على هالشي. كيف؟ عنك خير الدين. يسار. نعم بابا. بتخبر أمك أنه كنتي زعلت وراحت بسببكن أنتو اتنين، وخاصة لوقاحة أمك اللي ما بتتسامح عليها، وأحفادي كمان راحوا. قبل ما هن يرجعوا على البيت ما بدي ناريمان خانم تحكي معي ولا كلمة واحدة، ولا توقف قدامي بنوب. ماشي بابا. أمي سمعت. وبالنسبة لك أنت ما شاء الله واقف على رجليك. إيه والله
قمت من الفرشة بس لسه في شوية وجع. ما بتفرق بالمرة، طالما فيك توقف معناتها فيك تمشي، والحكي اللي حكيته لأمك بينطبق عليك كمان. يلا هلا مع السلامة. شفتي شلون؟ هاي أنا تقلعت. طيب لوين بدك تروح هلأ؟ ولوين بدي روح؟ طبعاً على الفندق. أنا رح حاسبهم كلياتهم على الشيء اللي ساووا فيكي، بالأول هداك جوزك وبعدين حماتك كمان. أنا بدي حاسبهم كلياتهم على اللي ساووا. أمي خلاص صار يلي صار، بنتي ماتت وشو رح نستفاد هلأ؟ آه من بنتي شو غبية، قديشك وحدة غشيمة. طبعاً لما لقوا وحدة مثلك صاروا يظلموها ويركبوا على ظهرها، بس لا، لهون وبس، أنا يلي رح أوقفهم عند حدهم. ماما أنا تركت بيتهم وأخذت أولادي وإجيت وما سمعت كلام جوزي، شو بدي ساوي أكتر؟ ترفعي دعوة عن ريمان خانم وهيك بتخليها تنفضح، وإذا فتحنا قضية للتعويض رح ناخد منهم مصاري كتير. لازم بالأول نحكي مع المحامي. قلتي تعويض؟ أي دعوة وأي مصاري؟ أنا همي المصاري هلأ؟ أمي عم قلك أنا خسرت بنتي، برأيك يعني هلأ لو إنهم عطوني كل أموال الدنيا رح ترجع لي بنتي؟ ليش هالبنت مطالعة إلي؟ ليش؟ يعني ما ضل غير اتوسل لفريدة خانم مع فشرة عيونها. يلا كلوا لشوف يا أولاد. ليش ضل إلهم نفس على الأكل؟ رح شوف مين. يلا حبيبي. جيتنا خير عليك يا مقبولة خانو، شايفة ما عم يخلصوا ضيوفك. اجت تيتا، اجت تيتا. تيتا حبيبتي. يا عمري انتي حبيبتي. صحة وعافية على قلبكن. أهلا وسهلا. وإلك عين تجي لهون؟ أنا أجيت حتى أحكي مع فريدة. وأنا سألتك إلك عين تجي لهون؟ خلص ماما أنت لا تتدخلي. يلا جنان خانم خلينا نروح على الغرفة الثانية، وأنتوا يا أولاد تعالوا معنا. أستغفر كمان. أستغفر الله العظيم. ماشي خالي مقبولة. يلا يا عمري. فريدة معقولة اللي عم تساوي؟ معقول تاخدي الولاد وتجي لهون؟ صدقيني هيك عم تتشنططي انتي وياهن. ما كان في عندي حل تاني. معقول هيك بنتي؟ ليش عم تساوي هيك؟ نحن عائلة واحدة، إذا انكسرت إيد بتضل التانية. يا ريت انكسرت إيد، بس انتي أخدتي روحي. بنتي لا تقولي هيك، أنا كمان متضايقة كتير صدقيني. لو بتتضايقي ما كنتي سرقتي مني بنتي لسبع سنين، وانتي عم بتشوفيني عم بتعذب، بس ولا يوم رحمتيني وقلتي لي الحقيقة. توسلت كتير وبكيت وصرخت. بترجاكي بنتي، بس انتي قلبك ما حن يا علي. بنتي ايه تمام، أنا غلطت هديك الغلطة واضطريت إني ضل ساكتة. وقتها منى ويسار اعتبروا إنه جنى بنتهم، وانتي اقتنعتي إنه جنى ميتة. كانت الشغلة صارت وخلاص. وأنا رح قلك إنه اللي صار صار، وما عاد بدي شوفك بنوم، بس الله يصطفل فيكي. فريدة؟ ما رح ترجعي على البيت؟ فريدة؟ مع السلامة. مثل ما بدك، بس هي عم قلك فريدة انت رح تندمي، صدقيني رح تندمي كتير. هالمرة ما عندها ذرة خجل، شو قلة هالحياة؟ مو معقول ما أوقحها. أمي بترجاكي خلاص هي راحت. بس نفخت سما وراحت.
أنا بعرف كيف حاسبها. أمي شو عم بتساوي؟ رايحة على بيتهم، عندي كلمتين للي ساووا هالشي ببنتي. ماما بترجاكي لا تحكي شي معهم، أساساً وضع بابا سيء كتير. يا حرام، لسات عم تقول بابا. هو ما عليه أي ذنب، ما كان عنده خبر عن أي شي. كتير منيح، هي عرف قديش مرته وسخة، وهلأ رح يعرف إنك مانك لحالك. أمي لا تروحي، أمي. ماما، خير ان شاء الله. زيحي هيك لشوف. جنان خانو؟ ايه نعم سيدي، جنان خانو. اهلا وسهلا، تفضلي. شكرا لك، بس ما اجيت لاقعد سيد خير الدين. وانت شو بدك؟ ما اجيت لاحكي معك ناريمان خانو. ماما جنان شوفي، صار لي سنين عطيتك بنتي يا شرف، خجلتك بشي يوم؟ احكي، بنتي قصرت معك بشي؟ بعرف لا، أنا أمنتك ببنتي فريدة سيد خير الدين، مسكينة إلى تم ياكل ما يحكي، ما في مثل بنوب، بس أنتو خنتوا هالأمانة. أنا فهمانك منيح جنان خانم، بس أنت بتعرفي أنا كنت بالسجن، ولما كنت بالسجن صار اللي صار بهالبيت، وأنا هلأ زعلان أكتر منك بكتير، حتى أنا خجلان منك كتير. بس خجلك ما رح يغير يلي صار، لأنه ما رح يرجع لنا جنى. بعرف معك حق، بس شو فيني ساوي؟ ما فيني رجع الزمن لورا، ما فيني غير اللي صار. شو فيني ساوي جنان خانم؟ بدكن تدفعوا البدل، تدفعوا تعويض بدل يلي ساويتوه بنتي. انت مجنونة شي؟ مين مفكرة حالك يعني؟ انت بتعرفي مع مين عم تحكي وليه؟ انت سكتي ناريمان، مالك حق تحكي بالموضوع بنوب. بتشكرك كتير سيد خير الدين، انت حكيت يلي بقلبي بالضبط، اذا كنتي مفكرة انه هالموضوع تسكر بتكوني غلطانة. المرة في معها حق، ونحن ما قلنا حق نحكي أي كلمة، كل هالشي بسببك أنتي. ماما شو ساويتي؟ ولا شي، بس أنا ريحت بالي وإجيت. ماما، أنت ليش عم بتساوي هيك؟ ميه، أنا بدي أخذ لك حقك منهم، وبدل ما تشكريني جاي عم تحاسبيني؟ ما بدي شي منك، لا تساويها. أمي، أنا ما إلي أي عداوة مع حدا بنوب، ما عندي أي مشكلة لا مع بابا ولا مع أمير ولا شرف، ما بدي إياكي تزعليهم. بس يا فريدة هنن يلي زعلوكي، مالك مضطرة تكوني منيحة معاهم، بهالزمن بيسموا يلي مثلك غبية وغشيمة وبلا عقل. افتحي عيونك منيح يا بنتي. الحمد لله بشوف منيح بعيوني. خلينا نرفع دعوة على هديك المرأة، والعدالة بتاخد لك حقك، وبلكي منقدر ناخد منهم هداك البيت. ماما، ما بدي اسمع منك هيك شي بنوب. يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا. صار فيني نام هلأ وأنا مرتاحة. في عندك شي بطانية نظيفة؟ ما في جنان خانم، في بابا. انت منيح؟ جبت لك كاسة زهورات؟ يسلموا ابني. من لك هالخنجر؟ ما كان البيت فاضي؟ كان فاضي، وهداك اليوم اتعبى. كيف يعني؟ منين اجى هالخنجر؟ اجى من غالب. اجى من غالب؟ ليش؟ عم يطلب السماح، بده يسامحه على الغلط، وانا لهلا ما عرفت سبب الغلط، بس السماح والغفران احيانا صعب كتير. اساسا الانسان بيفهم اكتر بهيك اوقات انه الله تعالى كبير كتير، لأنه نحن كتير منغلط بحياتنا.
حتى منساوي شغلات بيجوز منستاهل عليها العقاب، بس لما منقول التوبة يا رب بيسامحنا على كل أغلاطنا. جبت لك الحليب بابا. شكرا بنتي. بابا انت زعلت مني الصبح، بس ما كذبت عليك، عن جد انا ما عم قابل هداك الشاب، هو طلع قدامي بالصدفة وهذا كل شي. وانت سامحيني كمان لاني عصبت عليك كتير ولاني شكيت بكلامك بنتي. استغفر الله بابا، تصبح على خير. صباح الخير ماما. صباح الخير. شو وينهم الأولاد؟ راحوا على المدرسة. ماما؟ أيمتى بدك تروحي؟ اسمعوا على هالحكي، ما بدك أمك تضل هون؟ مو هيك، أمي وأنا كمان ضيفة هون، صعبة على المرأة المسكينة، أساساً هي فتحت بيتها إلي ولولادي، ما فيني إلا خلي أمي هون كمان. أنا فهمان عليك بنتي. بعدين ما عندك غرفة بالفيلا؟ ليش بدك تضلي هون؟ أنا تركت الفيلا، قدمت استقالتي من الخدم. طيب ليش؟ كنتي مرتاحة هونيك؟ حسنية خانم بس يلي مرتاحة، وصارت كنتها هي ست البيت وما عاد إلي نفس على الشغل، هي بعمر بنتي ما فيني أتحمل أوامر علي، فتركت الشغل وإجيت. شو بدك تساوي هلأ؟ كنت معتمدة عليكي، بس أنت بدك مين تعتمدي عليه؟ وعلى شو اعتمدتي علي؟ لا عندي بيت ولا راتب، وأنت شايفة أنا ساكنة عند الجيران. صباح الخير يا نسوان. صباح النور. صباح الخير. الله يسلم ايديك يا فريدة، انت محضرة الفطور؟ يلا تفضلوا لكان. ماشي. يلا بنتي. انتوا بلشوا انا جاية فورا. شرف، شرف رايح الشغل؟ لوين بدي اروح بهالساعة؟ شرف الأولاد طول الليل كانوا عم يسألوا عنك. كنتي خبريهم انك تركتي أبوهم. بس انا ما تركت أبوهم، انا بس تركت هداك البيت. اسمعيني، الحال مو بهالطريقة، لا تعانديني، لازم ترجعي. لا لا، خلينا نستأجر بيت لحالنا، منقعد ببيتنا سوا. ساتو راسك يا بس فريدة، انت بتعرفي وضعنا منيح، انا ما فيني اترك هداك البيت واستأجر بيت جديد. وانا ما فيني اعيش بهداك البيت، كيف رح اقدر اتحكم بنفسي بعد كل اللي صار؟ كيف رح اقعد وضل ساكتة؟ بترجاك فهمني، بخاف شي مرة عصب واحكي شي غلط. خلاص مثل ما بدك، مثل ما بدك.
عيلتنا تفرقت وتقطعت لقطع، صار هالبيت موحش. خير الدين؟ أهوتك سادة؟ حكيت معك آخر كلامي ناريمان خانم، قبل ما يجوا أحفادي وفريدي على البيت ما رح تحكي معي ولا كلمة. انتي ليش رحتي لعند هداك وحكيتي معه؟ ماما شرف بيكون جوزي، معناتها خليه يعرف قيمة مرته ويكون زوج عن جد. شو ساوى الأفندي؟ وصل لهالعمر هاد ولساته قاعد بحضن أمه وأبوه؟ طيب شو بيساوي؟ هو اللي تحمل كل مصاريف البيت لما كان أبي بالسجن، وبهيك وضع ما في يتركهم لحالهم. آه شوفي على أهل هالبلد حاملين السلم بالعرض، ما بيعرفوا يدبروا أمورهم بنوب، وأنتي صايرة مثلهم. ها؟ لا تقلقي، أنا ما رح أطول كتير. فريدة سامحيني، ما كان في بقلبي نية سيئة، ما كنت متوقعة إنه الشغلة رح توصل لهون. أنا سويت هالشغلة حتى ينبسطوا أولادي. خلصتي؟ ما خلصت، ما حدا عم يحكي معي بالبيت، وخير الدين ما عم يطلع بوشي، وشرف ما اعتبرني عدوته، حتى أمير ما عم يشفع على حالتي. رجعي على البيت بكفي هيك. لكان أنتي مشان هيك بدك سامحك؟ مو لأنه عذبك ضميرك ولا لأنك ندمتي، بس لأنك صفيتي لحالك، بس لأنه ما حدا عم يحكي معك. مثل العادة أنتي عم بتفكري بحالك وبس، وأنا حالتي ما بتهمك، ولا شرف ولا الأولاد بيهموكي بالمرة، حتى بنتي اللي اندفنت تحت التراب ما بتهمك. اسمعي منيح خانم، لا تطلعي وتنزلي عرفي حجمك. وأنا كمان زعلت وبكيت كتير على بنتي جنى، بس لما قلت هيك قدرها كلكم وقفتوا ضدي. مزبوط أنا غلطت غلطة صغيرة، بس أنتي عم تغلطي أكتر. شلون تتركي بيتك وجوزك وبتجي لعند الجيران؟ أنا ما تركت جوزي وبيتي، تركت البيت اللي أنتي فيه. طولانة زنيفتك والله، بس يا حيف عليكي، أنا اللي سويتك ست بيت، ما كنتي بتعرفي لا تحكي ولا تعملي أي شيء، وكنتي بتشتغلي خدامة عند أمك. خلص اصطفلي مثل ما بدك. وليك انتي قديش المرة ما بتستحي بنوب؟ انتو اخدتوا بنتي عروس من الفيلا؟ اخدنا عروس من الفيلا، بس طلعت بنت رئيسة الخدم وجبناها على قصرنا. اسمعيني وليك، بس انتو عملتوها خدامة عندكن، لو كنت بعرف بعطي بنتي لهيك عيلة؟ ماما بيكفي مشان الله. يلا من هون، يلا مع السلامة، يلا يلا. ما بدي وجع راسي معك. شوفي لسات عم تحكي قليلة الذوق. ماما شو عم تساوي؟ عم تبهدلينا بين الناس. ما سمعتي قديش قللت أدب معي؟ خلص بكفي، فوتي. استني علي يا جنان خانم، أنا بورجيكي.